يجي الموضوع عند منتخب مصر بيبقى موضوع شكله مختلف تماما يعني. ولما يكون كأس الأمم الأفريقية اللي في جيل لعيبة قد تكون هذه هي البطولة الأخيرة ليهم، ولما تفتكر إن التاريخ المصري صنع قدر معين للعيبة معينين عدوا على تاريخ مصر لبصمة اتحطت في كأس الأمم للقب كأس الأمم الأفريقية، يبقى الجيل ده لازم يعرف إن البطولة دي حياة وموت عشان يخلد اسمك في التاريخ. في ناس عندنا لعبت كاس عالم 2018 لكن الشكل ما كانش مناسب، ما كانش فيه مصر هولندا 90، ما كانش فيه حاجه فيها علامه، وبالتالي انت محتاج البطوله الجايه دي اكتر من اي وقت مضى. بقول الكلام ده ليه؟ لانه المغرب سبقانا، لانه المغرب سبقانا. تقرير من زميلنا منعم بالمقدم في المغرب بيستعرض فيه اخر التطورات اللي حصلت في اخر 48 ساعه في استعداد المنتخب المغربي علشان كاس الامم في كوت ديفوار الشهر القادم. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان منتخب المغرب والجامعه الملكيه المغربيه لقت ان منتخب المغرب هيقيم في مكان في كاس الامم. المكان ده هو عباره عن ما يشبه الكومباوند. الدنيا سايحه في بعضها، الدنيا سايحه في بعضها. فالرجال قال لهم ستوب، وقف كل الكلام ده. لاعيبه المغرب عشان تستعد للبطوله اللي هي حلم كل الشعب المغربي علشان تبنى خطة للعودة من جديد للفوز بكأس الأمم لازم تتعمل صح ولازم نهتم بأدق التفاصيل. فعملوا إيه بقى؟ تم الاتفاق على إن المنتخب المغربي ده عنده خطة من ثلاثة، يا إما يسبق الأول، نبص مع بعض، يا نحجز فندق الإقامة في فندق خاص. الفندق الخاص ده مملوك لسيدة مغربية. الفندق الخاص ده اللي هو حاجز في فندق إقامة المنتخب كوت ديفوار ده فندق خاص لسيدة مغربية هي اللي بتملكه. كويس؟ الكلام ده بيحصل ليه؟ لأنه اللجنة المنظمة بتقول إنه في مجمع فيلات وليس فنادق هيشمل منتخبات المجموعة الرابعة والخامسة والستة. فالناس قالت لأ، الكلام ده ما ينفعش. فقرر الجامعة المغربية إنها تتفق مع فندق خاص المنتخب المغربي يكون موجود فيه. الخطة التانية اللي كانت موجودة انه اللعيبة لو وصلت بشكل مبكر من انديتها لمعسكر المنتخب المغربي، الرجراجي عايز المعسكر ده يكون موجود اما في الكاميرون او في غينيا الاستوائية. اشمعنى؟ علشان اللعيبة تبدأ تخش مبكرا في اجواء البطولة ويبدأوا يستعدوا في ملاعب شبه بتاع كوت ديفوار. حاجة التالتة ان المعسكر يكون في مجمع محمد السادس بالمغرب قبل ما تروح على الكاميرون او غينيا الاستوائية علشان الامور تبقى ماشية بالنسق اللي يخليك واخد خطوة في التانية في التالتة، جاي من اوروبا داخل على الاكاديمية اللي هي شبه اوروبا، بعد كده رايحين بدري على الكاميرون او رايحين بدري على غينيا الاستوائية، واخر خطوة ان احنا حاجزين فندق اقامة لينا تديره سيدة مغربية علشان المنتخب المغربي يكون استعد بكل الطرق الممكنة، التأقلم من حيث الجو، من حيث الملاعب، من حيث الابتعاد عن اي ضجة وعن اي اعلام وعن اي مشاكل ممكن انها تحصل في تواجد كل المجاميع دي مع بعض في مجمع سكني واحد. انا هبعد عن كل الكلام ده. لا قدر الله لو احنا طلعنا تاني المجموعة هتقع نفس الوقعة، هتروح تلعب، مش هكون موجود في أبيجان، فهتروح لنفس المجمعات السكنية. خد بالك لمن يهمه الأمر، خد بالك المغرب سبقت في ده من بدري، فخد بالك لو ده حصل تبقى عارف أنت هتعمل إيه كويس في هذه القصة.